السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت بوصفه الغريبيه. هذه الغريبيه اللي لازم تكون معنا حاضره في الاعياد ولا في افراح. شنو تحقوا في هذه الوصفه؟ السمن يكون طري. في هذه الوصفه لازم سمن ماشي زبده، يكون طري. وانا عندي سكر رطب اللي هو سكر غلاس، وانا عندي كاس زيت، وانا عندي نص مغرفة تاع خميرة تاع الحلوى ومغرفة صغيرة تاع لافاني، وعندي زوج مغارف تاع كاكاو، وانا عندي فارينة اللي هي طحين ابيض. دوك نفوتو مباشرة، راح نخلطو المواد تاعنا. وهنا راني فرغت السمن تاعي، نزيد عليه كاس زيت، نزيدو عليه سكر رطب، لافاني، ونحكم الباتور ونقعد نخلط فيه حتى يرجع كريمي. الباتور شوفوا الخليط اللي تحصلنا عليه، لازم يكون هكا كريمي ونطلعوه مليح هكا كيما راكم تلاحظوا، ويكون ابيض. هذا هو السر الناجح لهذه الوصفه، لازم الخليط يكون ابيض بهذا الشكل. فوالا كما راكم تلاحظوا، دوكا نبدا نزيد في الفارينه. بسم الله، هكا نزيد حق نص مغرف تاع خميره تاع حلوى، ونقعد نخلط. ومام طول راني نزيد في الفارينه غير بشويه حتى تطمني العجينه تاعي، ما تكون يابسه ما تكون جايه. وهنا راني طميت العجينه تاعي، كي تمسوا هكا تحسوا بلي مازالها طريه بصح شاده روحها هكا باش ما تحبطلكمش في الفرن. وهنا خليت كميه صغيره تاع العجينه، شوفوا مازال هي تلصق سوا سوا، باش نزيد لها الكاكاو هكا، ونقعد نخلط حتى تطمي. كيما راكم تشوفوا هنا ما حكمتليش مليح، واش ندير؟ نزيد لها قطره تاع الزيت باش تحكم لي، ونقعد نطم فيها. فوالا هاي بدات تطم لي، والعجينة تاعي اللي تحصلت عليها اللي درناها الكاكاو، وهذيا اللي درناها البيضة. دوكا واش ندير؟ نحكم حربوش، نحلو وندير فيه داخلو حربوش بني. دوك نوريكم الطريقة كيفاه. فوالا هنايا راني شكلت حربوش تاعي، وهنا حربوش صغير ندرناه بالكاكاو. دوك واش ندير؟ نحل، نقعد نحل الحربوش تاعي هكا كيما نديرو المقروط. فوالا ونرفد الحربوش هذا لي بالكاكاو، نحطوه هنايا. نسي نغلق دوكا الحربوش تاعي مليح هكا، نلوب الحربوش تاعنا مليح. فوالا الحربوش تاعنا يكون سوا سوا، يكون بومبي شوية ميكونش حابط. نحكم في الشيطة بهاد الشكل ونطلصوها كامل الفوق. بعدها نقطعو مقروطات هاي، وهنا العرض 2 سنتيم، ونقطع مقروطات صغار. هذه الطريقه الاولى اللي قطعناها مربعات ولا مقروطات. دوكا نفوتو طريقه ثانيه. طريقه ثانيه نحكم كميه تاع العجينه بيضاء، نحطها في لابوشادوي نصنعو بها وريدات. فوالا وريدات اللي تحصلنا عليهم اللي خرجناهم في لابوشادوي. دوكا نزيد بالعجينه البنيه ونزيد نحطها لهم من الفوق. فوالا هذا الشكل الثاني اللي درناه تاع الوردة. دوكا نفوتو الشكل الثالث، وهذا الشكل الثالث اكيد كنكم تعرفوه، يعني نكبروها نكبروها نسيو نطلعوها هكا للفوق، ومن بعد هنايا في الوسط نحطو لها شويه تاع القرفة. فوالا هنا راني كملت. دوكا راني دايره كوشة تسخن، تسخن لازم مليح باش ندخل الغريبية تاعي داخل الطيب، الطيب قبل من التحت باش نشعلها من الفوق،
ما نحمرهاش بزاف، كما تعرفوا الغربيه تجينا شويه بيضه، ما تجيناش يعني محمره. ولا الغربيه تاع اليوم راهي واجده اللي حضرتها لكم اليوم، جات ما شاء الله كما راكم تشوفوا، جات مشقوقه. فوالا هذا هو السر تاعها ناجح، لازم طلعوها مليح بالباتور حتى تولي كريمي. نجرب تجربوا هذه الوصفه وتنجح لكم ان شاء الله. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامه.